حالات، لكن اللي وصلنا انه اصرار عجيب على اكمال هذه الحملات واكمال هذه الحملات الامنيه على المخربين او الفوضويين مثل ما هم يسموهم. بس الناصرية له كل المحافظات. لا، هي صورك عمليه لكل المحافظات، لذلك هي هاي المخاوف اللي تزداد ممكن انه تروح على المحافظات البقيه، واذا ما راحت على المحافظات البقيه انا ما اعرف شنو اللي ممكن راح يصير صراحه، لان احنا يعني اكو توجس ومخاوف وايضا اصرار بعدم الاستسلام، يعني استسلام للامر الواقع اللي ممكن ان تحاول ان تفرض السلطه. كنا نحاول ان نتقارب ولا زلنا نحاول ان نتقارب بحديث سلمي، لكن ما اعرف ليش جاي يجرونا الى سوح الاحتجاج، يعني صراحه هاي حلقه مفقوده فعلا مثل ما ذكرت، وما حد يعرف شنو الاسباب. دقيقه، ولا يعني هاي مو رغبتكم الى انه البعض يشوف تصعيد من خلالكم لما دعيتوا الى سوح الاحتجاج، هسه انت تقول دي يجرونه. طبعا احنا ما دعينا ولا زلنا، احنا ما نريد ننزل لي ممكن انه يكون 25 تشرين هو لحظه استذكار لتشرين كل ما كل صح. يعني كل مثل حدث كل عام، لكن اللي جاي يصير هو جرنا لسوح الاحتجاج، واحنا ما راح نخاف انه سوح الاحتجاج، راح نكون موجودين اذا ما ارادوا اثبات ذلك، سنثبت لهم انه احنا لا زلنا موجودين وسوح الاحتجاج موجوده وسنحتاج ونتظاهر، وممكن ان يوصل ذلك الى الاعتصام مهما حاولوا، اذا حاولوا قمعنا او لا، مهما حاولوا انه قتلنا